مساء الخير وبونسوار على قولة زينب، ويسعد مساكم مشاهدينا برحلة مسائية جديدة من هاي شباب وفقرات كلش مميزة وضيوف مميزين، مواضيعنا حلوة، خليكم ويانا أكيد على مدار الوقت المقبل من الحلقة، ويسعد مساكم بنات. يسعد مساك يا ثامر ويا زنوب ويا شهود، أيضا مساكم إن شاء الله مليء بالطاقة الإيجابية. أكيد ما دام أنت موجودة. أكيد لأن أنتم موجودين، بالتأكيد مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة مليئة بالطاقة الإيجابية ومسائية وحلوة ومليئة بالفقرات الجميلة والمميزة من حلقتنا لهذا اليوم من برنامج هاي شباب، وأكيد ما يكمل المساء وما أحب بدون ما شهولة تمسي عليكم. Thank you يا نور، يسعدني مساك يا حلوة، ويسعدني مساك يا زنوبة، ويسعدني مساك يا ثامر، يسعد مساكم مشاهدينا الكرام. رحلة جديدة مميزة فعلا مفعمة بالطاقة الإيجابية وبالنصائح وبكل الأشياء اللي أنتم تحبوها مثل ما معوديكم ببرنامجكم برنامج الشباب هاي شباب. يسعد لي مساك يا زينب. يسعد لي مساك، يسعد مساكم مشاهدينا، من مس عليكم من قناة زاكروس الفضائية، حلقة جديدة من برنامج هاي شباب فيها فقرات جدا متميزة ومتنوعة رح تنال اعجابكم. فاصل ونواصل. ورجعنا لكم بعد اول فاصل برحلتنا المسائية، ونبلش باولى فقراتنا اللي هي اخبار الشباب، لكن الخبر الاول راح يكون وياك أكيد يا ثامر، خبر وياي كلش حلو أتوقع راح تحبوه. دائما إحنا نعرف إنه التوك توك صناعتها هندية، لكن هالشاب اليمني الجنسية أبدع بصناعة توك توك محلية ونافس الصناعة الهندية إلى هناك. نجح شاب من محافظة أبينا اليمنية في ابتكار توك توك صناعة محلية. والتوك توك المبتكر مكون من قطع من حديد وهي صناعة محلية، بالإضافة إلى ماكينة دراجة نارية وعجلاتها. وقال صانع التوك توك أنه يستطيع قطع مسافات كبيرة اعتمادا على كمية وقود قليلة جدا. إذن الخبر الثاني اللي وياي جدا حلو، متأكدة راح تحبوه أيضا مشاهدينا الكرام. الخبر اللي وياي يتكلم عن شاب نجح بتحويل المخلفات للنخيل المسبب للحريق بالتأكيد إلى سماد حيوي. إلى هناك نشوف تفاصيل هذا الخبر بالتأكيد، ومستمرين وإياكم. نجح أحد شباب الخريجين من أهالي مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد في تنفيذ أول مصنع لإنتاج التربة الصناعية البديلة بالوادي الجديد، كفكرة مشروع صغيرة للقضاء على مخلفات النخيل وتحويلها إلى مواد صديقة للبيئة، بعد أن كان سلاحاً فتاكاً يتسبب في تدمير الثروة الاستراتيجية للمزارعين بسبب انتشار الحرائق الناتجة عن مخلفات النخيل، والتي كان آخرها حريق قرية الراشدة الذي تسبب في إلحاق خسائر فادحة للمزارعين. أما الخبر اللي عنده، بعتقد بسبب كثرة قطعة الكهرباء عنا بلبنان، شاب تحمس على أنه يخترع مولد كهربائي بطريقة شبه مجانية. لنشاهد تفاصيل هذا الخبر. لطالما كانت الحاجة أم الاختراع، حيث تحفز حاجة الشخص إلى شيء ما ينقصه ويعاني بسبب عدم توفره إلى التفكير خارج الصندوق من أجل التوصل إلى حلول لتجاوز الأزمة والمحنة. ومن هنا يبهرنا العديد من الشباب بابتكارات واختراعات جديدة عجز عنها كبار العلماء حول العالم. وكمثال حي على ذلك، استطاع أحد الشابان اللبنانيان من التوصل إلى حل معضلة وأزمة عدم توفير الطاقة الكهربائية في لبنان وانقطاعها لساعات طويلة من خلال اختراع جهاز جديد فريد من نوعه يولد الكهرباء بشكل شبه مجاني بأدوات بسيطة وهي تكلفتها قليلة جداً. وبحسب تقارير لوسائل إعلام عربية، فإن الشاب اللبناني محمد السبسي عبر عن فكرة إبداعه وهي غير تقليدية، تمكن من اختراع جهاز يولد الطاقة الكهربائية، لكن هذه المرة عن طريق استثماره للرياح.
ابدا مشاهدينا الكرام، وصلنا واياكم الى فقره على هواء، وهالفقره المميزه فعلا على هواء. دائما نتناول بهذه الفقره شنو الاشياء الجديده والمظهر الجديد اللي ممكن انه نختاره او الستايل الجديد. لكن هاليوم راح نتحدث عن موضوع جدا مهم، الا وهو الزي العربي. تحبون الزي العربي يا ثامر ويا نور ويا زينب؟ بقى هي بصوره عامه انه الازياء هي كل شيء والى وقته، بالضبط، خصوصا الزي العربي الى اوقاته ومكاناته. طيب زينب شنو رايك؟ بالتأكيد اليوم حديثنا عن الزي العربي. أنا من الأشخاص اللي كتير بيهوا الزي العربي. واو. وبالعلامة وقت رحت على دبي يعني كان زي عربي، أنه تعرف دبي يعني زي العربي. احنا نعرف هواي أكو ألوان. أنا استخدمت الأسود والذهبي. حلو. ومرات بستخدم يعني بلبس لون الأبيض. لطيف. احنا نعرف أنه هو يقتصر كان سابقا فقط على اللون الأبيض. صح. ولكن حاليا تنوع بألوانه وبأشكاله وبموديلاته أيضا. صحيح. فعلا يا نور. إضافة إلى ذلك الزي العربي أنا أشوف أنه ينطي جمالية للشباب أكثر. نعم. صح ثامر؟ أكيد يا شهلة ويا بنات ويا مشاهدين، زي العربي بكثير من التفاصيل والألوان والموديلات، لذلك راح نروح لتقرير نتعرف من خلاله على الفصالات والألوان والموديلات الدارجة بهذه السنة. نروح نشوف تفاصيل هذا التقرير وراجع لكم. موديلات هواي خاصة بالشباب نزلت كلش هواي، من ألوان، من موديلات، أكو موديل القطري، الكويتي، الإماراتي، السعودي والعراقي، كلها موجودات. كهذا الموسم الشتوي الإنجليزي يصير شوية حار، فيصير عليه الأقوال الأكثر أو الموجودات الأكثر شيء الإنجليزي بالشتوي، أما الصيفي التيوب ياباني أفضل شيء. هو كشباب انه السعودي احلى اجمل انه لهم يصير يلبس ويا كل شيء، شلون انساني هذا اللابسه، هذا كويتي يصير دقمه واحده، اما السعودي يصير دقمتين، الاقبال عليه اكثر، مو مثل قطر يصير رسمي انه ينجبر يلبس ويا الغتره والعقار. اللفه خليجيه يصير، هذه اللفه اذا لفه خليجيه يصير، اما هي صارت هواي بها الوان الغتره او الشماغ، هواي بها الوان الشباب نزلت، واكو اكسسوارات مالت البزمه، هواي هواي امور صارت بالزي، حتى عطور بالزي الخليجي موجود. هو الفصال يصير اكو فصالين بالدشداشه، يصير خطين يسموه حجازي، الخط واحد الاعتيادي، هسه الفصالات الاكثر شيء اللي قاعد تنزل الموديلات الحجازي يصير خطين، اقباله هسه هاي الفتره قاعد يزيد، كل سنه قاعد يزيد اقبال الشباب، لان هو هي نزلت هواي موديلات للشباب خاصه، الوان حتى تكرم شحاطات هواي نزلت بها موديلات، يعني زي الخليجي.
إذا مشاهدينا الكرام أكيد وصلنا إلى فقرة لايت، وهالفقرة جدا مميزة إذا عندي وإذاعتكم وإذاعت زملائنا. المرة راح نتناول موضوع جدا مهم، ألا وهو يا ثامر التهور عند الشباب بالقرارات وبالحب باتخاذ بصورة عامة أي شيء بحياتهم. في اليوم راح نتحدث على هذا الموضوع ونتناقش به أنا وياك. أكيد يا شهلة ويا مشاهدينا، مرحلة الشباب هي من المراحل المهمة عند الشخص، وخصوصا باتخاذ القرارات، القرارات المهنية والاجتماعية وحتى العاطفية مثل ما ذكرت شهلة. فاليوم راح نتكلم خصوص هذا الموضوع مع الباحث الاجتماعي أحسين محمود. يسعد مساك ومنور. يسعد مساءك أكيد. أهلا وسهلا مشاهدي قناة زاغروس فضائية، حياك الله. أهلا وسهلا. ببداية الحديث خلي دايرك ندخل بالموضوع، باعتبار اليوم احنا نستثمر وجودك ويانا والوقت اكيد يزاحمنا واحنا نحب انه نستثمر الوقت وياك. احكي لي اليوم شنو بمنظورك وبرؤيتك بالنسبة للشباب وكيفية سلوكياتهم باتخاذ القرارات. دائما الامور الاجتماعية مثل الخجل والثقة بالنفس وغيرها من الامور القوانين الاجتماعية هاي تعتبر هي دائما اساسياتها هي التربية. تربية الأبناء مهمة، هي راح تزرع الثقة بالنفس عند الشباب أو عند الأجيال المستقبل. لأن للأسف اليوم نرى كثير من الشباب من الأجيال الجيل الموجود اليوم ما يقارن بين يعني عنده ثقة بالنفس بس ما يعرف أنه أو يقارن ما بين الصراعات اللي دي يعيشها وما بين يعني حياة اليومية. أكو أمور لازم الأهل يعني يتفقون عليها كأساسيات يخلوها يعني من ضوابط التربية. هي الثقة بالنفس، لأن تعرف لا ما خلينا ثقة بالنفس عند شبابنا وعند أبنائنا ما راح يكون عنده صح، يكون عنده خجل وغير خجل، قراراته تكون مو قوية مو حاسمة. فلازم قبل لا نتخذ أي قرار يحتاج لنا اليوم إلى تفكير، إلى وعي، دراسة إلى دراسة تامة. أستاذ حسين، بما أنه إحنا اليوم نتكلم عن جراءة الشباب باتخاذ القرارات بصورة عامة، سابقا كان الشاب إذا كان ذكر أو أنثى قبل ما يتخذ القرار أو يتخذ أي تصرف حاب يتصرفه يستشير الناس الأكبر من عنده أو أهله والده أو والدته. بالوقت الحالي أغلب الشباب قاموا ما يسوون هذا الشيء، يعني يتخذ القرار أو يدخل بمشروع معين أو يدخل بقصة حب أو بعلاقة معينة بعيدا عن أهله والده والدته أو حتى الناس الأكبر من عنده أو الناس اللي تريد مصلحته. برأيك تشوف هذا الشيء سلبي أم إيجابي وشنو عواقبه بالمستقبل؟ نعم، شوف احنا لازم نحدد ما بين الجراءة ما بين الوقاحة. مرات احنا الناس حتى الناس وايد كثر يعني من تربية ابنائها انه خلي يصير ابني اوكي يعني سبع خلي يطلع على ابوه خلي يطلع عندنا دائما تصير. هاي ترى مو جرى وقاحة. فانه الشخص اليوم اللي ما يحترم اراء اهله وما يحترم اراء ابوه او اخوه او كذا او البيت او اراء الباقي هذا مو جراءة، هاي وقاحة، وبالتالي شوفوا راح وين يتجه اتجاهات خاطئة وراح يفشل بعمله. لأن ما بي تخطيط، ما بي احترام، ما بي إدارة صحيحة، ما بي تخطيط صحيح، فأكيد راح يتجه اتجاهات سلبية تضر يعني. طيب اليوم حدثني عن الشباب اللي يتخذون قرار لكن غير مدروس، في حال كان الموضوع يخص العلاقات الاجتماعية أو العملية أو العلاقات العاطفية، اليوم هل من الممكن هناك شيء معين يربط بكل هذه الأمور وتكون بدائرة واحدة؟ يعني اليوم الشخص من يدخل بعلاقة اجتماعية أو علاقة عملية أو علاقة عاطفية، هل ضروري التوازن بين الثقة والجرأة وأيضا الغرور؟ ضروري اليوم إحنا نوازن بهذا الموضوع أم كليتهم بنفس النمط ويتم اختيارنا بنفس الطريقة؟ لا هو أكيد يعني كل واحدة تنفصل يعني دائما بعلم الاجتماع يفصلون الثقة عن النفس عن الجرأة عن كل واحدة حسب قوانينها وفهمها للشخص. احنا ما يصير نخلط الأوراق ما بين الثقة بالنفس وما بين الجراءة وما بين الوقاحة وما بين الخجل، كل واحدة حسب قوانينها وفهمها ومعروف عليها. أكثر الشباب اليوم للأسف الشديد نشوف يعني الجيل يعني أكثرية الشباب من هذا الجيل اتجه اتجاهات خاطئة، أنه والله بدون تفكير بدون وعي بدون هواي إدراكات بدون أي تفكير للمستقبل، فبالتالي راح تجي اتجاهات أخرى سلبية. نحتاج اليوم إلى قوانين، نحتاج اليوم إلى فهم، نحتاج إلى نقاط حتى نحدد حتى نعرف شنو هي الجراءة، شنو هي الوقاحة، شنو هو الخجل، شنو الثقة بالنفس. كل هذه المفاهيم، كل هذه القوانين الاجتماعية هي ترجع إلى سلوكيات تربية الأطفال. بالضبط. بالبداية. القاعدة الأساسية. بالضبط. فإحنا اليوم إذا ربينا جيل صحيح، ربينا أطفال تربية صحيحة وعلمناهم شنو الثقة بالنفس، شنو الجراءة، شنو كذا، هذا صح هذا خطأ، هذا عيب هذا كذا، كيف يفكر، كيف يأخذ قرارات، قرارات يأخذها بالمستقبل. اليوم احنا ما يصير ناخذ قرارات
سريعة وبدون إدراك بدون مفاهيم، وبعدين يقول لك أنا مشيت وراء عاطفتي، أو أنا مشيت كنت شايف الأمور السلبية لكن مشيت بمزاجي إلها، بالتالي هذا كليته يعني عائدة سلبي على الشخص. وإحنا كموضوع أنا ما أريد يعني أخرج عن الموضوع، أشوف إنه ما يعني دائما خاصة عند فتاة الشباب أو المراهقة عندهم يصير عند حرب نفسي ما بين العقل ما بين القلب. صح. نعم. فيشوف نوبات إنه القلب يتقلب على عقله وعلى أفكاره وعلى كذا. نعم. فدائما يكون عنده ثقة بنفسه حقيقة، يكون عنده إدراك، عنده وعي، يستشير الآخرين أكبر من عندهم حتى يقدر يأخذ قرارات صحيحة. نعم. طيب أستاذ، إحنا ذكرنا قبل قليل الماضي والحاضر بسلوكات الشباب ووقاحتهم وجراءتهم باتخاذ القرارات. شنو السبب إنه بالوقت الحالي أغلب الشباب بلشوا يتخذون قرارات غير مدروسة ويكونوا متهورين باتخاذ القرارات؟ يعني هل برأيك إنه التكنولوجيا والحداثة وهذه دخلة الأفكار الغربية لمجتمعنا هذا اللي خلى الشاب أنه يتخذ القرارات بتسرع وعدم دراسة القرار قبل اتخاذه؟ شوف، راح أقول لك فد نقطة مهمة. يعني شوف هسه إحنا أطفالنا أكثر شيء ساعات يقعد بيها ويامن ويا الأبلة ويامن ويا التليفون. التليفون اليوم التليفون العالم الافتراضي. نعم. تشوفه متغير نحو التليفون. نعم. وماخذ برامج تواصل اجتماعي وهاي ألعاب وهاي كذا. نعم. إحنا اليوم الإهمال الأب والأم لأبنائهم خذت إنه حافز كلش مهم، يعني خلت إنه طفل ده يتطور ده يتثقف كذا بعيد عن المفاهيم والقوانين. نعم. اللي عندنا إحنا يعني. نعم. دارسينها وفاهمينها قبل. طيب. تعرف احنا مجتمعنا يعني انه عده هواي امور ملتزم بيها مثل قوانين العشائريه، قوانين. صح. الامور الاخرى. نعم. اليوم اطفالنا اليوم. نعم. اطفالنا وجيل هذا الجيل اختلف من دي يعني اخذ حافز التكنولوجيا والتطور. نعم. والغير امور نحتاج نرجع للماضي، نحتاج اليوم شبابنا نخليهم حتى نعطيهم هاي القوانين وهاي المفاهيم. نعم. حتى يكون عندهم اخطاء بالمستقبل يعني. نعم. إذن حضرتك تأيد دائماً من خلال حديثك. نعم. إنه القاعدة الأساسية هي التربية. أكيد. إذن هي التربية هي الأساس والعمود الأساسي لبناء شخصية وكيان الطفل أو بالضبط. الشخص حتى هذا. المستقبل بالضبط. نعم. يعني هذه القاعدة الأساسية هي اللي راح تخلينا نتعامل بطريقة صحيحة وكناس سويين بحياتنا بصورة عامة. نعم. طيب، من هم الأكثر نسبة جرأة ووقاحة وثقة بالنفس بمجتمعنا؟ هل الفتيات أم الشباب؟ يعني الفتيات لا أصير أقل إحنا. طيب. حتى عندما الشباب ليش؟ لأن إحنا حتى بسلوكياتنا بالتربية. نعم. مال أبنائنا شوف إنه هذا خلاص إنه خليه يطلع على والدي هذا. نعم. يطلع عليه سبع هذا يطلع على كذا دائما وين نخلي يعني البيت أكثر مكانها بالبيت وكذا واتصالها بالأم واتصال أب دائما حتى من يطلع بأعمال كذا يأخذ ابنه وياه يعني. نعم. اي فدائما الشباب هم اكثر من البنات يعني. الشباب. نعم. هم طيب. نعم. أكثر. طيب اغلب الشباب من يتخذ قرار ويفشل باتخاذه. نعم. ويعرف انه هو وقع نفسه بشيء مصيبه او غلط، شلون راح يقدر يصحح او يرجع انه ما. نعم. يتخذ القرار بصوره متسرعه. نعم. ومدروسه، يعني شلون يقدر يحافظ على نفسه مره لاخر وشنو الانعكاسات السلبيه على نفسيته؟ احنا اولا خلينا ننصح الشباب قبل لا يتخذون قرار خطا. نعم. وبعدين خذ قرارات الخطأ حتى نقدر نعالجه. نعم. قبل حتى يأخذ أي قرار خطأ عليه اليوم يكون عنده إدراك، يكون عنده حس، يكون عنده يعني مفاهيم، يكون عنده ثقافة واسعة، يكون يأخذ رأي الآخرين من أستاذ مثلاً، خلينا نقول هو طالب في المدرسة يأخذ من أستاذه، من والده. نعم. من والدته، من معلمته. نعم. حتى تأخذ قرارات الخطأ. دائما القرارات تصير خطأ. كيف تصير خطأ؟ يعني القرارات السريعة وبدون أي تفاصيل عنده وبدون ما عنده ثقافة راح يتخذ هذا قرار خطأ. نعم. طيب. الشباب اليوم اللي خذوا قرارات مثلا خاطئة يحتاج اليوم يرجع للماضي يعيد بداية جديدة وعمل جديد ويثقف نفسه. نعم. ويخلي عنده فد إدراك ويخلي عنده فد معلومات كافية حتى لا يخطأ نفس الخطأ اللي خطأ. طيب. بالبداية. طيب. نعم. مثل ما متعودين احنا وكثير قصص يمكن تمر علينا بأقرب الموجودين بحياتنا، اليوم نشوف الفتيات وأيضا الشباب ما أسسوا لنفسهم شخصيات من البداية من داخل الأسرة، لكن لو هذا الشخص كبار فأكيد الأخطاء رح تصير كثيرة بحياته وبقراراته أيضا. كيفية التعامل مع شخصي أنا لو كنت أني إنسان غير مهيئ من البداية من الأسرة ومن البيت بشخصية سوية، كيف اليوم أعيد ترتيب حسابات حياتي من البداية حتى أقدر أكون إنسان سوي وأتعامل بقرارات مدروسة؟ نعم.
شوفي دائما حتى المشاكل الاسره ما بين الزوج والزوجه تاثر على الابناء، فهذا راح يجي طبعا اتجاهات اخرى، راح يكون عنده حتى حالته النفسيه راح تتعب، ما راح يصير عنده ثقه بنفسه، يشوف انه مستقبله مهدد، ما يعرف ساعه يم والدته راح يكون، ما يعرف والدته وما راح انه والدته والد راح يحصي حاله طلاق، او يكون انسان نرجسي مجرد. بالضبط بالضبط. نعم. اليوم البيئه، اليوم البيئه والجو الاجتماعي والجو الاسري اللي قاعد بالطفل او ابنائنا هو يلعب دور مهم اكيد في سلوكيات الاطفال، في تربيته، في ثقه بالنفس، بهواي كثير امور اجتماعيه. لو وفرنا جو ملائم لأبنائنا اليوم، هذا الجو راح يخليه سعيد بحياته، يخليه يقدر يكمل، ينظر للحياة نظرة مستقبلية جيدة. راح يكون عنده ثقة بنفسه، راح يكون إنه هو عنده وعي، عنده شوف ما طول أكو اهتمام من الأم والأب وماكو فد مشاكل أسرية، أكيد راح يتغير يعني نحو الأحسن نحو الأول. نعم. طيب أستاذ حسين، أكيد إحنا بعدنا مستمرين وياك بالحديث بخصوص موضوع فقرتنا، لكن نروح لاستطلاع من وجهة نظرك، أيهما أكثر جراءة، الفتيات أم الشباب؟ نروح التفاصيل في هذا الاستطلاع وراجع لكم. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا ومشاهدين برنامج هاي شباب. استطلاعنا اليوم يتكلم من اكثر جرأة، الرجل ام المرأة؟ خليكم ويانا، تعال نشوف اراء الناس. المرأة طبعا اشوفها يعني صار عندها مساحه كافيه، يعني ثقافه ووعي ودراسه، انتشرت الجامعات فقامت تقدر تدرس وطلعت على المجتمع وعرفت شنو هو المجتمع، فصار عندها جرأة اكثر. هذا القرار انت اتخذته عن تجربه؟ عن طبعا اشوف يعني اشوف والدتي، اشوف اختي، يعني اشوف قرايبي شلون يعني مطلع على المجتمع، قام تعرف شنو قرارها الصح. لا اكيد الرجل، يعني الرجل رجل كلام الرجل لازم نحكيته، فالرجل اكيد جرأة اكثر من المرأة. استنتجت موقف بهذا الشيء؟ طبعا طبعا، يعني اكثر من موقف انه الرجل من ينطي كلام يلتزم بكلامه، فالمرأة ما تاخذ منها كلمة. مو حاز للمرأة انت، عفوا للرجل. طبعا أكيد المرأة، يعني من وجهة نظري أنا أشوف المرأة أكثر جرأة، لأن أخذت مساحتها أكثر من خلال المجتمع، خلال يعني مناصبها الجديدة كمديرة أعمال، كإعلاميات، كسياسيات، أخذت جرأتها أكثر، وخاصة حتى النساء العاديات البلبيو. هذا صفحة التواصل الاجتماعي فتحت لنا أكثر آفاق، لمن يأخذ جرأة أكثر أشوفها من الرجل. خلال هاي السنين الأخيرة المرأة جرأة أكثر من الرجل، لأنه الانفتاح اللي صار والسوشيال ميديا وتطور الثقافات، فصار مثلا المرأة يعني لها دور أكثر بالمجتمع العراقي، واحتكت بمجالات قبل كانت يعني محددة بإطارات معينة، هسه أنه يعني تفتح عمل خاص، تفتح مشروع خاص، تستلم منصب، فصارت الانفتاح كان له دور ايجابي انه المراه شويه تكون جريئه ويعني تاخذ دورها بالمجتمع. تعتمد حسب يعني كل واحد وشخصيته، يعني المراه اكو ناس، اكو مراه جريئه واكو مراه مو جريئه، والرجل كذلك اكو رجل جريء واكو رجل مو جريء حسب الشخصيه والبيئه اللي يتربى بيها. ويعني قبل كانت الرجل ممكن يكون كشخصيه اقوى من المراه، بس حاليا لا، يعني المراه طلعت وثقفت وداومت بدوائر دوله واكثر من مكان، فلذلك صار عندها شخصيه يعني خلتها تكون جريئه اكثر. اذا المشاهدين الكرام، احنا شفنا الاستطلاع وشفنا ايضا وجهه نظر الاشخاص والناس ايضا بهذا الموضوع، لكن اليوم حدثني عن موضوع جدا مهم. نعم. اليوم الفتيات اني اشوف يمكن من وجهه نظري كفتاه مو كمقدمه برامج، اشوف الفتيات اكثر اتزانا ودراسه من الشباب لكل المواضيع والعلاقات. دائما الفتاه تعرف تحسب الامور اكثر من الشاب. هل اليوم وجهة نظري بهذا الموضوع صحيحة أم خاطئة؟ نعم، لا احنا يعني ما نقدر نقول الفتيات إن أكثر دائما يعني مش مواضيع، لا احنا مو متحيزين بالضبط، يعني بس أكو اليوم لا شباب عندهم يعني وعي وعندهم ثقافة وعندهم إدراك. صح، احنا لا نقيس على كل الشباب ولا نقيس أكيد على احنا ما نعمم، أنا وياك احنا ما نعمم. نعم،
فاكو لا البعض يعني يشوفين لا يعني مو ذيك الادراك والمواضيع طيب. اللي جدا اجتماعيه وكل شيء حسب البيئه وحسب التربيه وحسب المكان اللي عايشه به. انت عارفين انت اليوم هسه انا مثلا اسافر دوله المفاهيم مالتي والقيم والهواي امور والتعليم راح اما اطوره حسب الدوله الان اللي سافرت بيها حسب لا انه راح ابقى انا على قيماتي والمبادئ والتربيه والكذا. نعم. فالبيئه اليوم تلعب دور مهم فعلا بهواي مواضيع من ضمنها هي الادراك والمفاهيم والحياه الاجتماعيه بصوره نعم. عامه. نعم. طيب استاذ حسين متى تكون الجراءه نعمه للشباب ومتى تكون نقمه عليه؟ شوف لا احنا نريد نقولها يعني هي نعمه هي نعمه لان اليوم بدايات الانسان يعني في طفولته الى ما عنده جراه هذا راح يفشل بعمله. نعم. حتى لو نرجع اليوم لاي شخص انا كيف اخلي اليوم احنا عندنا محاضرات في عندنا نقوته كيف تكون قيادي انت اليوم بالضبط. كيف انت راح تكون قائد كيف انت راح تكون رب اسره اليوم احنا افنانا ما راح يتزوجون باكر عقبهم راح يكون عندهم اسره فكيف ياخذ هاي الجرعه يعني القوانين حتى يكون هو قائد على اسرته يكون عنده في الاداره ناجحه فلا ما عنده هاي الثقه بالنفس وما عنده انه القياده الصحيحه وما عنده الجراءه باخذ القوانين الصحيحه ما راح يكون يعني ناجح في عمله ولا راح يواجه صعوب الحياه راح يفشل بعمل الحياه نعم فش يحتاج اليوم انه يعني ندرسها بصوره صحيحه نفهمها بصوره صحيحه احنا قلنا لكم بدايه الحديث كون نفصل بالضبط. الجراءه عن الوقاحه نعم. اليوم كثير والثقة بالنفس بالضبط. لان اليوم كثير من العوائل اليوم دي يشوف انه دي يفهمون ابنائهم واطفالهم على الوقاحه صح. مو على الجراءه نعم. طيب الجراءه شيء مهم ولازم الطفل يكون عنده جرأة اتخاذ قرارات بالتعلم بالدوام بالكذا بغير هواي أمور لازم يكون عنده جرأة تكون نقمة كيف يعني إذا طلعت عن حدها باتخاذ القرارات السلبية وعدم احترام الآخرين عدم أنه هو اتخاذ قرارات الصحيحة طيب. يكون جريء بأمور أخرى يعني مثلا الجراءة تكون عنده شغلات يعني مثلا عدم الاحترام بالكذب شلون خلينا نقول يلاسم صورة عامة يلاسم مثلا والدي او يجاوب الشخص اللي مو مقنع جوابه صحيح يكذب نعم فهاي مو جراءة هاي انه هي وقاحة او هاي انه هي تعتبر هي جراءة نقمة على الاهل وحتى بالتالي راح يتكون شخص غير سوي تماما شغلة سلبية يصير طيب. عمل سلبي طيب خلينا نعطي حصة بسيطة للشباب في حال الفتيات وايضا الشباب اليوم الشخص اللي ما متمكن نفسيا ان يكون جريء باتخاذ كل شيء بحياته اليوم الجرأة مطلوبة بنسبة معينة اذا للفتاة او للشاب فاليوم شنو نصائحك للاشخاص الغير جريئين باتخاذ خطواتهم بكل الحياة أولاً عليه أنه يجرب مفاهيم الحياة نعم. يجرب أنه قوانين الحياة هو يجرب خطوات نعم. يعني ما راح نخلي قبل جراء عنده وراح يكون قيادي ويأخذ قرارات كل الصعبة ومهمة راح يجرب شغلات بسيطة مرحلة مرحلة هاي مرحلة هي إجراءات بسيطة يقدر يفهمها يقراها نعم. يتواصل أنه مع أهله يشوف مثلا رد الفعل مالته على أي مشكلة كيف راح يحل المشاكل مالته يخلي أنه حتى أهله أو المجتمع أو بعمله أو بالدوام يعني يحسون به انه موجود نعم. يحترمون رايه رايه دائما يكون صح عنده ثقافه واسعه وراه يقدر يوصل الى الجراءه اللي قوه ويقدر انه ياخذ حقه من يعني من هواي امور نعم. بس اليوم اللي ما عنده جراه هو فشوف هذا حتى حق رايح ولقى كل شيء يسوي تحس انه راكن على صفحه بالضبط بالضبط نعم. حتى بالبيت شوف كل شيء ما يقدر يسوي والشخصيه تحسها غير متزينه صح نعم. طيب أستاذ حسين قبل قليل حضرتك ذكرت أنه أكو دورات أو أكو محاضرات تخص تمكين الشباب من ناحية اتخاذ القرارات والثقة بالنفس وما شابه ذلك حضرتك كباحث اجتماعي وبقية الزملاء بهذا المجال تعملون ورش تدريبية وتثقيفية للشباب بالكليات أو حتى بالمدارس أو حتى بمكانات خاصة في شيء مواضيع نعم أنا عندي مركز دراسات تمكين الأسرة والطفل احنا قلنا بدايه دائما العمل الاجتماعي مفاهيم الحياه الاجتماعيه القوانين الاجتماعيه تحتاج الى اسس التربيه نعم نعم فاحنا ربينا جيل صح جيل متفاهم جيل عنده ثقه بنفسه جيل عنده ادراك عنده علم تخاف عليه بعد هذا هو راح يقدر
يمشي أموره بالحياة ومستقبلها. إحنا نعم. ربينا شخص سوي صح. نعم. لكن في حال ما ربينا شخص سوي أو كانت التربية نعم. غير مستقرة بالطفولة، اليوم شلون نقدر نعالج هذا الموضوع؟ تعرفين إحنا قبل شوفي دور المعلم مهم، وزارة التربية يسموها وزارة التربية، قبل تكون تعليم هي تكون تربية. نعم. ولشوف إحنا قبل نتأثر بالمعلم أو بالمعلمة أو نعم. بالمدرس أكثر متأثر بالوالد أو الوالدة بشخصيته وطريقة كلامه وحتى ملابسه. صح. أكيد نعم. أكيد مثلا خارجي احترامه أسلوبه. فنشوف كثير من الطلاب تأثروا بما بالمعلم، صحيح. يعني يعتبر وزارة التربية قبل تكون التعليم هي تربي. نعم فعلا. والأهل أيضا كذلك، كان ماكو عندنا تكنولوجيا والتطور والكذا والأمور اللي جتنا مع الانترنت وغير الانترنت، فشوف الأب عنده ساعات طويلة يقعد ويا الابن، الأم كذلك، فيمشي الأمور. هسه إهمال الأب إهمال الأم، زيادة حالات الطلاق اللي تصير عندنا، العنف الأسري، التفكك الأسري هو ساهم بهذه المشاكل أكيد. إنشاء جيل غير واعي وغير مثقف، وحتى كانوا أكثر جراءة باتخاذ القرارات الخاطئة مو الصحيحة. صح أكيد. نعم. فهذا التفكك الأسري وهما الأب والأم وكذا، وحالات الطلاق والمشاكل الأسرية. نعم. وضعف دور المعلم عن طريق التربية كثير، حتى على مستوى دكتور جامعي وأساتذة ومدرسين. صحيح. عنده منهج يدرس المنهج مات للطلاب، خلاص المنهج مات وراح. قبل انا اتذكر كنا اطفال شوف المعلم حتى يحاسبنا على ملابسنا وعلى اول خمس دقائق بالدرس دائما تكون نصائح. اي لا لا نعم. يحاسبنا على كثير من الامور، على الايدين وعلى الكذا وعلى اللبس وعلى المظهر الخارجي حتى على الحلاقه. صح. بس اليوم طلاب المدارس شنو عنده نرجيله هاي الشحن؟ صح. شنو عنده هاي يعني سوالف يعني توعي طالب مدرسه طالب مدرسه. نعم. وين دور المعلم؟ وين دور المدرس؟ وين دور فيه سما وزاره التربيه. نعم. بتكون مربيه قبل تكون معلم يعني قبل تكون حلو تعليم. حلو هذه شيء. نعم. شيء دخلنا بشيء اخر وهي سلسله بالتالي. نعم. حلو اليوم من نتحدث عن دور الاهل الاساسي وايضا نسبه ودور المعلم والمدرس. اضافه الى ذلك من بعدها الشارع والاصدقاء وهذه أكيد. الامور. طيب ما رايك اليوم بدخول السوشيال ميديا والحياه الافتراضيه لاطفالنا وخاصه بسن المراهقه؟ هل هذا الموضوع راح نمي عندنا الخجل زيادة عن اللزوم والانطواء زيادة عن اللزوم، أم بالعكس راح يكون الشخص جريء أو عنده ثقة بنفسه أو عنده شخصية؟ دائما نشوف دول الأطفال أو دول الشخصيات دائما عبر الكيبورد هم شخصيات بارعة بالانتقاد وبارعة بالكلام وبارعة بالثقافة والتحدث. صح. هل اليوم تشوف السوشيال ميديا لها تأثير إيجابي أم سلبي على هذه الشخصيات؟ الاثنين إيجابي. أريد السلبي قبل الإيجابي. السلبي كثير من الأطفال عندنا صار بيهم وراء التوحد. نعم. من وراء التكنولوجيا وغير التكنولوجيا. شوف النوع ترك الأهل ترك المدرسة ترك أخوانه، صار صديقه والأفضل صديق له هو التليفون والآيباد وغيره، وإنه خلاص هاي أجهزة وخلف الشاشة ده يشتغل على الكيبورد، وصارت هاي أمراض التوحد وغير التوحد بالضبط. وبالتالي من تحكي وياه حتى أسلوبه أو طريقة تعامله وياك يحكي مثل الأصوات اللي موجودة على شايفته يعني صحيح. أنتم بالبيت وغير البيت. فشوفه اختلف يعني جذريا. ايجابي انا اقول لك يعني انه الايجابي اتعلم شو هو عندنا اطفال اليوم مرات شوف احنا هنا قبل تليفون يدوق فيشوف وين يدور على شو اسمه وما يعرف يطلع الاسم اهلنا هاي موجوده صح. شوف انه هذا الطفل شوف انه الطفل من يجي هاي منا انا الرساله هاي منا تكون كذا هاي منا اتعلموا اطفال حتى اللغه غير اللغه شافوا أطفال الدول العربية شافوا كذا شافوا التعلم تعلموا هواي أمور اللغة العربية قوي شخصيتهم قوي شخصيتهم. نعم. هاي بالنسبة للأطفال. أما للشباب أيضا إيجابي وسلبي. إيجابي اليوم اللي ما خذ يعني حصته من الحياة من الدراسة والتعلم وكمل حياته الدراسية نعم. سواء كانت مدرسة أو جامعة فشوف تعلم وتطور وتثقف ضمن هذا المركز اللي فتحناه مركز دراسات. نعم. إحنا كيف يكون مركزنا مرة يكون حضوري مرة يكون الكتروني. صحيح. فالكتروني وين راح ينطر؟ ينطر يدخل في هاي التكنولوجيا والمعلومات الموجودة حتى يدخل المحاضرات. نعم. وأكيد يكون أكثر دخول إذا كان عبر منصة تواصل اجتماعي بالضبط. لأن يسهل موضوع الحضور أكيد. وانتقال المنطقة لأخرى. صح. سلبي كيف كان؟ سلبي اليوم شوف حالات الطلاق اللي موجودة عندنا اليوم أكو هناك حتى جروبات موجودة وبرامج تواصل اجتماعي هي أيدت شنو مرة تنشرها كيكة والله أنا طلقت هاي ما عندنا قبل هاي المفاهيم هاي ثقة بالنفس هاي مثلا لا وقاحة هذه وقاحة هاي مو جرأة هاي مو جرأة يعني
تنشرون لها كيكة وتنشر كذا والله أنا طلقت يعني هاي وصلنا لهاي المرحلة كثير أنا. فهاي التكنولوجيا وتعرفين أنت هذا الكلام حتى يأثر يعني ويقول لك أنا والله مرتاح بحياتي عندي مشاكل أسرية شوفوا أنا والله طلقت شو جاي تنشر يعني قبلنا عندنا مطلقة عيب يعني شو عيب إحنا ما نقول عيب يعني مطلق الله حلله مثل ما حل الزواج وحل الطلاق بس إنه عندنا يعني مطلقة تعرف نظرة مجتمع يختلف يعني على أنا ما أقبل هي مو على ما تقبلين الست بس هو نظرة المجتمع لها قبل يعني نظرة هي خاطئة ما أقول شيء النظرة هيك صحيحة بس إحنا من أيد الطلاق تصحح نظرة المجتمع إلى المرأة المطلقة إنها واعية وإنها قوية وإنها ذات ثقة بنفسها عالية وإنها لا ترضى ولا ترضخ للظلم شوف إحنا مو كل مطلقة يعني نقول هي امرأة ناجحة بالضبط. لكن أنا معك مرات الزوج يكون فعلا. هو السبب ومرات لا تكون هي السبب فعلا زين يعني توفقوا حتى انا ما اطلع عن الموضوع اكو مواضيع انه زواج المصلحه وزواج الاقارب وهي الزواج هذا بالتالي يدخل بموضوع الجرأة بالضبط بالضبط وبالتالي انه هاي راح تفقد شنو انا واحده ماخذه بقد ابوها والله مو انا هاي قرايبي والله من عمي لو هذا عنده املاك لو هذا عنده كذا اذا هذه الحالات هذه الحالات هي السيئه بالضبط هي الحاله تحولت طيب فاحنا نشوف انه الطلاق يعني أخذ موضوع كلش مهم يعني وأخذ حافز وقاموا ينشرون أنا والله مطلقة وأنا اليوم كذا وأني هي طيب. راحت الخصوصية سؤالي الأخير لحضرتك إذا كان عندنا شاب أو بنت بعائلتنا جريء وغير يعني متهور باتخاذ قراراته شلون نقدر نصلحه ونخليه يبتعد عن هذه الصفة أو الحالة اللي بي أولا حسب العمر اللي هو عمره الطفل يختلف عن الشاب يعني تعرف انت الطفل هذا بعد السلوكيات يعني حتى عندنا بالسلوكيات الاطفال الاربع سنوات بدايه الاربع سنوات هذا سهل التعلم سهل التغير سهل طريقه التغير مالته لكن بعد الاربع سنوات الى سبع سنوات واكثر يكون معقد اكثر لان هذا زرع الطفل احنا دائما نعتبره الورقه البيضاء او شلون هلا اوصلكم اياها يعني الورقه اللي فارغه يعني بيضاء انا اخلي بيه اساسيات او شو اكتب بيه راح ينبني عليها فإذا كان بداية أربع سنوات نقدر راح نغيره ونقدر راح نخلي له بداية صحيحة سهل التغيير مثل الإسفنجة يصير فعلا صحيح فإن وراء الأربع سنوات راح يكون شوية صعب يحتاج لقوانين يحتاج لمفاهيم يحتاج لإدراك صحيح ويبتعد عن الألعاب اللي دا يلعب هنا ويبتعد عن البرامج اللي يتواصل وياهم ندخل أسس صحيحة نقدر نصيحة دائما ننصح الأمهات والآباء يعني أنه خلي يفرقون ما بين الوقاحة وما بين الجراءة خلي ثقة عندك يعني خلي يكون عند أطفالنا يوم عندهم ثقة بالنفس ربي صح ثقة بالنفس صحيحة لكن لا تعلم أنه الجراءة هي الوقاحة الوقاحة بالضبط. واحد والجراءة واحد بالضبط إذا المشاهدين الكرام أكيد أنا دائما أحب أخلي لمسة ونصيحة أخيرة من خلال حالات مجتمعنا وحالات كثيرة نشوفها على السوشيال ميديا حتى المراهقين اليوم من الممكن أنه يستفادون من هذه الرسالة دائما السوشيال ميديا نقدر نلقى بيها كل هواية حلول حتى لو كان أساسنا ركيك وضعيف رح نقدر نشوف شخصيات حلوة وملمة بالمعلومات تفيدنا ببناء شخصيتنا وتصحيح أخطاء الماضي بشخصيتنا وأيضا شيء جدا حلو ومهم انه احنا اليوم نقدر نتحرر من كل شيء سلبي عشناه بطفولتنا من خلال شخصيات موجوده على السوشيال ميديا اذا عندنا مشكله بشخصيتنا ضروري انه نحلها باسرع وقت والى هنا اقول لكم انتظرونا لكن بعد الفاصل وأكيد رجعنا وياكم بعد الفاصل ومكملين فقراتنا عبر شاشة زاكروس وصلنا لفقرة أيام الشباب واليوم بهذه الفقرة ودائما احنا نتكلم عن مواضيع سابقا وحاليا واليوم الموضوع يتكلم عن الفتيات بالتحديد واهتمامهن بمظهرهن وجمالهن سابقا كان الاهتمام مقتصر على أشياء ونوعيات بسيطة ومحصور بأشياء كلش قليلة أما بالوقت الحالي شوف الفتيات كثير من المنتجات والمراكز وهاي الشغلات اللي خلاهم يكونون أكثر جمال وأكثر اهتمام صحيح يا ثامر بالتالي هي الفتاة مرآة المجتمع وتعكس جمالية المجتمع وأيضا دائما تكون لها مميزات بطريقة اعتنائها واقتنائها للأشياء اللي تستخدمها حتى يمكن قبل كلش كنا نشوف أنه دقة الحنج من الأشياء المميزة بجمال وشخصية الفتاة طيب اليوم راح نتحدث مع
بين الماضي وبين الحاضر، أكيد. شنو الأشياء اللي تميز الفتيات حاليا؟ طبعا احنا نلاحظ سابقا وحاليا، يعني سابقا عندهم اهتمام خاص بنفسهم، صح. وحاليا اهتمام خاص. الزمن السابق والحاضر اثنينهم مختلفين بالاهتمامات، صحيح. يمكن سابقا هاي الدقة مالحنك اللي ذكرتيها قبل شويه كانت تميزهم، يمكن حاليا امور اخرى تميز الفتاه، العنايه بالسكين كير، ممكن لون الشعر، تختلف من الزمن الماضي وللزمن الحاضر. بما أن زينب عندنا هنا مختلفة، عندنا يعني لبنانية، احنا نعرفها كلنا، اذا بلبنان هم كان عندكم اختلافات بهذا الموضوع؟ اكيد، يعني مثلا قبل كانوا بس على التقاليد انه وحدة اذا عرسها يوم عرسها بالزمن، يعني بس يوم عرسها تهتم مثلا يوم خطبتها او يوم عرسها، يعني نرجع بالزمن كتير لورا. هلا كل يومين مثلا بدي اروح اعمل ميك اب بس هيك جلسة تصوير، يعني تختلف عن سابقا. مثلا مثل انا كل يومين بدي اروح على المركز سوي دفع، اختلاف كتير كتير كبير. حلو. اذا وين راح اروح يا شهله؟ نور، انا برايي حبيت هذا الموضوع صراحه، انه هسه صارت زنوبه كل يومين تروح. هي المشكله بنات تعرفون شنو الحلو بالموضوع، انه بالوقت الحالي كثره المراكز التجميليه، صح. والصالونات والمواد، حتى المواد شجعت البنات عن طريق البيجات، مواقع التواصل الاجتماعي، سهل باهتمام الفتيات بنفسهن. وما شاء الله نشوف البراندات والمنتجات اللي تخص التجميل، وحتى الاشكال بلشت تتغير بالبنات، طيب. يعني من ناحيه عمليه التجميل وهذا الشيء. طيب تامر، شنو رايك انت اليوم كشاب الاشياء المميزه اللي تحبها بالفتاه من حيث مظهرها؟ شنو اكثر شيء اليوم يميز الفتاه عند الشاب باللمسات اللي تسويها؟ بعد انا اهم شيء الفتاه عندي استخدامها للعطر، العطر لازم يكون مميز، لازم، لان انا عندي هوس بالعطر امانه، نمبر 1 العطر. شفت انا اهم شيء ضفيره، اهم شيء اطلع بالبنت لاقي مزبطه ضفيره وهيك، هيدا من علامه النظافه. حلو. اوكي، اذا انا كلش حابه الموضوع وجدا متحمسه، لو حابه اشوف اراء المشاهدين بهذا الموضوع. اكيد ضروري. اذا راح نروح لاستطلاع عند احد الزملاء يتكلم عن مقارنه الحاضر والماضي باهتمام الفتاه بنفسها، اذا الى هناك واكيد راجع لكم. أيام شبابك شلون كان اهتمام الفتيات بجمالهم مقارنة مع الفتيات بالوقت الحاضر؟ ترى أنا بعدني شباب، ها. والله شوف، الاهتمام بالنفس يعني مريود، الاهتمام يعني بس أشياء يعني نسويها لاستمرار الشباب، مو أشياء يعني نغير بخلقة رب العالمين. الاهتمام حلو، بس اللي بدنا نشوفه بالوقت الحاضر، يعني قبل كانت الأنثى تهتم مثلا بالمطالعة، بتقوية ثقافتها، بهاي الأمور. حاليا يعني كانت 90% هيك، حاليا بدنا نشوف الاهتمام بهاي المواضيع، لا، الاهتمام انه بعمليات تجميل اوفر. هذا الشيء راح يغير حتى من الشكل مال الانثى، يعني دا يفتهموه بعض الاناث، طبعا مو الكل، يعني مع احتراماتي للنساء بمجتمعي، دا يفهمن انه الحريه والثقافه بالتعري، وهذا الشيء طبعا خطا. هذاك الوقت الجمال البنيه لما تطلع جمال لابسه، مام لابسه لبس اصولي، واقولها اقول يمه هاي هالجمال اللي شاليتها بتمن؟ قلت يابا لا لا يابا، تقول هاي جو هاي هنة بولا جوارينة بولا، قلت يابا ما اقصد في الشيء، بس الله مطين جمال بس مستورات مستورات، وهنا هم خوا بناتنا هم مستورات ان شاء الله، بس احنا نوصي نوصي احترام الرب الكريم. انت ذا شو شنو بقى؟ كنا قبل احنا خلينا نقول تسعينات ثمانينات يعني نصها وفوق، كانت البنات يعني مكياج بسيط زين، لبس بسيط. هسه اللي نشوفه كله نفخ وبوتوكس وفيلر، يعني كان قبل هذا كلها ماكو هاي الاشياء، وحتى بالجامعات كان اللبس مال الجامعي يعني محتشم مرتب، يعني القبيص والتنوره مالتهم رصاصي وابيض او نيلي وابيض زين، فكان اكو بساطه بالموضوع. هسه كلش اوفر، يعني المكياج مالتهم اللبس مالتهم مو مثل قبل، قبل كان فشي يعني بسيط ونازك، خلينا نقول هسه غير شكل يختلف. ايام قبل كل شيء كان على الطبيعه، يعني ما كان عندنا فشي هم انه وحده تشيل هم شلون تزيد من جمالها، هي كلها من رب العالمين، الله سبحانه وتعالى شلون خالقها هذا اللي كان مسائل، يعني ماكو فشي خفيف، واحد مكياج خفيف شيء خفيف. هسه ما ادري يعني يحيرون شيء يلعبون بخلقه رب العالمين، يعني بالنتيجه يعني
بصراحة إذا بنية حلوة لازم واحد يسوي لها تمثال ويتفرج عليها. هي والله يعني ماكو هسه أي وحدة شوفيها لعبة بروحها 100 لعب. يعني ما أدري جمال الرباني وين راح، جمال الطبيعي وين راح. جيل الطيبين يعتبر هو الجيل القديم، والبنات راقيات جدا. هسه تيجي عليهن مركز تجميل شغلات ما حلوة كلها دا يسووها. زين قبل لا، اكو شيء اسمه احترام، اكو شيء اسمه تقدير، وتمشي المرأة بهيبة وكرامة. زين فهسه حاليا لا والله، يعني تباوع على الفتيات هسه مو نفس ما تباوع على الفتيات قبل. إذا وصلنا وإياكم مشاهدين الكرام لقصة نجاح. هاي القصة والفقرة جدا أحبها، لأن دائما نميز الشباب بهذا الموضوع. نعم. حتى البنات اللي إحنا حابين يشتهرون ينجحون وممكن الناس تستكشف موهبتهم. اليوم عندنا شخص جدا موهوب اللي هو بالهاند ميد. بالضبط. نعرف بالآونة الأخيرة هواي انتشرت هاي الهاند ميد والصناعة، يعني استغنوا عن المصانع، قاموا هم يصنعون امورهم الخاصه. والحلو الاحجار، الاستراس، القلايد، كل هاي الانواع. يا بالضبط يا نور. والحلو انه نشوف مو بس الفتيات يبدعون بالهاند ميد، اكيد حتى الشباب. ومن ابرزهم اليوم راح نتحدث عن امجد مثنى المبدع بالهاند ميد، مارس هذا العمل وابدع به، ومن احلى الفنون ومن ارقى الفنون الهاند ميد. فاكيد راح نتعرف على تفاصيل. اكيد بنات الهاند ميد يعني يحتاج شخص او شخص مخيلته واسعه بحيث يصمم الاشياء بطريقه مختلفه تميزه عن بقيه اقران الشباب اللي مختصين بالهاند ميد. نعم صح، اكيد معظم الشباب والبنات بحبوا الاعمال اليدويه. أمجد مثنى تميز بالهاند ميد، تميز بقوة بهذا المجال. لنروح لريبورتاج ونشوف تفاصيل هذا الريبورتاج. أمجد مثنى، طالب جامعة مرحلة أخيرة، مجالي هو رسم على الزجاج، أعمال يدوية. أسباب توجه لهذا المجال أنه أغلب السوق العراقي يحب الأعمال الفنية، الأعمال اليدوية المصنوعة بكل حب وثقة وأمان. استطعت أطور نفسي من خلال أصدقائي، يعني كانوا هم الدعم الأساسي إلي أنه أطور مشروعي وأبدي خطوة بخطوة. أنا بديت من الصفر وحاليا الحمد لله والشكر يعني وصلت مرحلة. أبرز أعمالي أنه هي لوحات رسمتها شخصيات تجريدية أو هدايا لمناسبات أو أعراس أو عيد ميلاد، فحبوها الزباين اللي عندي. آراهم كانت كلش يعني حلوة، ويعني انعجبوا بالهدايا وبالغراض اللي توصل لهم. رغم انه انا ما داخل لا دورة فنون ولا طالب فنون، فشافوا اعمالي انه بدايه اني صار لي تقريبا اشهر قليله انه بهذا المجال بدون اي دوره، فحبوا الشغل وكلش يحمدوني بشغلي. هذا الفن يعني لي انه مشروع ما بعد التخرج، انه يكون مشروع ان شاء الله كلش كبير، انه ابدي اطمح به واشارك معارض فنيه كبيره ان شاء الله. اكثر الاعمال تميز بيها انه تقديم درع المناسبات والهدايا، لوحات الرسم مثل ما تشوفون قدامكم. يعني من ناحيه مشاركاتي الفنيه من معارض او شيء، لحد الان ما مشارك باي معرض، لان انا بديت بفتره كلش صغيره، وان شاء الله بالمستقبل اطور هذا الشيء. أكثر الصعوبات اللي واجهتها بهذا المجال هو التوصيل، شركات التوصيل، إنه توصل النوبات الطلبية للزبون يا أما مكسورة، أو أني عندي يعني بالبي جميع شمع يوصل للزبون مايع. فأكثر شيء أنا عانيت منه شركات التوصيل. إن شاء الله أقدم إنه كل شيء جديد بهذا المجال من ناحية رسم، أعمال، مشاركات إن شاء الله بمعارض
أكثر الأعمال أحبها إنه رسم على المباخر أو الفناجين أو ذني اللوحات، إنه رسم إيد إنه أكثر أعمال يعني أحبها. أكثر أعمال أتمنى أشتغلها إنه أشتغل لوحات كبار، إنه يعني واجهة منزل أو واجهة شركات، بس شوية صعوبة بهذا المجال. رسالتي للشباب أو البنات بشكل عام كلهم إنه لا حد يقول ماكو شغل ولا حد يقعد، لا أكو شغل، ابدي بمشروع، ابدي بفد شيء بسيط، شوية شوية مشروعك راح يكبر وينجح إن شاء الله. إلى هنا وانتهت فقرات حلقتنا، إن شاء الله تكون أعجبتكم فقراتنا اللي كانت كتير متميزة، وضيوفنا أكيد استفدتوا منهم، وشكراً لكم زملائي. شكراً لك يا زينب المميزة، شكراً لك يا ثامر، وشكراً لك يا نور، وشكر أكيد موصول لكل كادرنا خلف الكواليس، وشكراً لحسن المتابعة. انتظرونا بحلقة جديدة أكيد من هاي الشباب. شكراً لك شهلة وثامر وأيضاً زينب، بالتأكيد شكر خاص لكم مشاهدينا الكرام لمشاهدتكم حلقتنا لهذا اليوم من برنامج هاي شباب. أتمنى فقراتنا فادتكم بجميع الفقرات، واكيد حتى بفقره الضيف يا ثامر مسك الختام. شكرا لكم بنات، وكل شكر لكادر العمل خلف الكواليس، وايضا شكرا لكل شخص شاهدنا عبر شاشه زاكروس وايضا عبر بيج القناه بالفيسبوك. ان شاء الله يا ربي استمتعتوا واستفادتوا برحلتنا المسائيه اللي احنا نكون يوميه او كل يوم جمعه الساعه 7 مساء عبر شاشه زاكروس. واكيد بالختام احب اشكر مطعم كرم بغدادي الكائن بالقادسيه على حسن الضيافه والاستقبال. الى اللقاء.